اصلا اثريه اه عملت بحث عن يوم الزينه قالوا لي ايه هو يوم الزينه قلت لهم هو يوم الشمو اه إيه يوم الربيع الربيع عشان ليه الزين. بقى طب ايه الادله والاسباب قلت لهم ببساطه شديده احنا دلوقتي لما عرفنا في القران الكريم ربنا جاب ذكر يوم الزينه مم. قالوا عنه ان هو الناس بتحشر ولابسين اللبس وفي الحواه مم. اللي هم المختصين بالتعبين مم. لكي يظهر سيدنا موسى معجزته امام هؤلاء آه والعصا موسى اه التعبين دي هي اللي دلتني على الموضوع كله ليه بقى ده آه كان بحث لحضرتك بالزبط. يعني في الماجستير اه هيل. عرفت مم. ان الاخت ريني نوت آه. وهي سيده الحصاد كانت تعبانه بلاها جرز معين آه. بتخش جوه المحاصيل الزراعيه في وقت الشمول اللي هو عيد شم النسيم آه. ما تخليش الناس تقرب طب الناس عايزه تاكل ال اه تاخد الحصاد يزرعوا, يزرعوا بقى بقى وياكلوا <applause> والخضه <applause> يعملوا ايه فينادوا الحاوي أوه. والحاوي باللغه الهيروغليفيه معناها المدرب العالم المدرب عشان يطرد التعبان بالظبط يطرد التعابين فيبداوا ياخدوا الحاجات وياكلوها في الشمو عيد الشمو مم. ويلبسوا اجمل ما عندهم فكانوا يجتمعوا في وقت الزينه عند مم. المعبد ويحتفلوا بيه فالوقت الزينة ده اللي سيدنا موسى م. ألقى بمعجزته اللي هي أكبر من الرنينوت واللي هي معناها زي ما أنا قلت لك بالهيروغليفي اللي ما تتسماش أي. <applause> كان يلقي بالعصا الكبرى أو. اللي هي الواجت الصل الملكي أو. اللي كان الفرعون بيبقى حطه على رأسه فهي دي اللي تلقى في مكانه من تعابين ومن أشرار ومن حاجات صغيرة يعني الرنينوت دي ما تجيش حاجة جنب أي. واجت طبعا فهنا عرفت ان يوم الزينه مم. هو شم النسيم وهو عيد قديم في الديانه المصريه القديمه مم. اللي هي اصلا من ديانه الفطره التي خلق الله عليها الارض. جميل. يبقى احنا بعد كده لما نيجي نلاقي الفصح جاي معاها مم. عيد جميل جدا عند اليهوديه مم. والقيامه عند المسيحيه طبعا طب ليه؟ مم. بنلاقي كلمه فصح اصلا معناها يوم النجاه. الله النجاه من ايه؟ هل النجاه من انكم أنتوا هربتوا من مصر ولا النجاه بدينكم لان دين اليهوديه ظهرت ونجت في هذا اليوم م. لما امن الصحراء وقتلوا إذا سيدنا موسى نجي بدينه من فرعون م. اللي كان في الوقت ده هيتوعدوا ده أيوة لو كان طبعا. فشل كانت تبقى مشكله إذا البصخه او عيد الفصح اللي هي بالعبرانيه بصخه هي عباره عن النجاه امام الفرعون بالدين الجديد م. وبعد كده بيقعدوا يحتفلوا بيه 8 ايام، احنا المصريين يدوبك دوبك بنقعد مثلا يوم وخلاص، اما في اليهوديه شم النسيم عندهم الاحتفال ثمانيه ايام، ياكلوا ايه؟ فطير. طيب ليه بتاكلوا فطير؟ علشان هم في الوقت ده في نفس الميعاد ده بعد لما بداوا الخروج اللي يحتمل ان هو كان بعديه بمده سنه وكان في نفس الوقت اخذوا حاجه حلوه جدا من المصريين قال لهم احنا شم نسيم بكره قال لهم تمام واحنا بنحتفل معاكم رائع احنا عايزين بقى الايه الغواش بتاعتكم والذهب بتاعكم آه. المصريه هتشك طب <applause> اكيد المصريه هي. لما حد يقول هاخد الغواش بتاعتك هتقتله يعني هنا <applause> طلعوا أذكياء قال لهم آه. عايزين الحلل آه. الحلل ليه عشان هنطبخ عليها الفطير أوه. ما انتوا عارفين ان العيد بتاعنا بيبقى فطير وثمان ايام فهنا العمليه لا يبقى صح هم هياخدوا يزينوا ماشي ياخدوا الحلل ماشي على قد الحلل مقدور الحل... لان في البرديات وجد وجدنا الشكاوى اللي مم. مكتوبه سرقت قدور المصريات اللي هي الحلل وال... والحاجات اللي بي... بيطبخوا فيها